الأستاذ قيس الضلعي رئيس الاتحادين العربي والأسيوي للرجبي زار مقر اللجنة الأولمبية المصرية امبارح، وده استعدادا لاستضافة مصر للبطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات، واللي المفروض إن شاء الله تتلعب في شهر 2 اللي جاي في اسكندرية. وكان معاك يعني في الزيارة دي الأستاذ حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي والمهندس حسن خالد نائب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، وزاروا المتحف الأولمبي وكانوا حريصين جدا على تفقد المقتنيات بتاعته. وفي نهاية الزيارة بقى أهدى المهندس شريف العريان لضيف مصر درع اللجنة الأولمبية المصرية، وناقشوا كمان تطوير اللعبة في مصر خلال الفترة اللي جاية. طبعا كل التوفيق للرجبي طبعا، واكيد احنا هنا كنا يعني في البرنامج برضو كنا بنتكلم يعني بشكل مفصل عن الرجبي، وكمان رئيس الاتحاد حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي كان منورنا هنا في احدى الحلقات، وكان معاه باستفاضه عن اللعبه بشكل عام وكمان عن البطولات اللي بيشاركوا فيها.